كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. نظمنا اليوم الدراسي حول قانون الشغل وبالخصوص يعني حقوق المشغل، وحاولنا نشير إلى أنه للمشغل حقوق في القانون، وحطينا على أساس أنه باش يمكننا نحطو تنزيل سليم لقانون الشغل لا بد من تفكير ماشي دائما غير في العامل لوحده، ولكن حتى المشغل له حقوق وله واجبات على العامل. لهذا كان هذا اللقاء اليوم كان لقاء ناجح بحضور أساتذة في الاختصاص ديال القانون الشغل، وفي الحقيقة كانت القاعة كلها حوار ونقاش، وكان واحد اليوم مثمر تنعتبروه من الأيام الجميلة اللي نظمنا من خلال النشاط ديالنا الدائم في المكتب الجهوي دار الرباط سلاق نيطرة. إن شاء الله تنتمنوا على أنه هادشي يعاود يجيو يلحقوه أيام دراسية أخرى متنوعات في المواضيع اللي تتفتح الأفاق لهذه المهنة أنها تعمل وتعمل برقي وتعمل لصالح العامل وصالح رب العمل وصالح المستهلك. احنا دائما في إطار الخدمة العامة. هاد الندوة درنا مهم، احنا جمعية نتاع الجمعية نتاع الأرباب المحطات، جمعنا باش كان نناقشوا المشاكل اللي عايشين فيها. هاد المرة درنا حول اليد العاملة وكيفاش المشاكل اللي كتكون عندنا مع الخدامة وكل شيء. جا مفتشين الشغل واستاذ كان واحد كيقول لنا ودي المهم شي نقاط ما كناش عارفين عرفناها مزيانة نديروا ان شاء الله واحد اجتماع باش نشوفوا نفعلوا هاد المعلومات اللي خدينا باش نديروها، حاولوا نديروها كقانون داخلي مثلا او نظام داخلي في المحطات ان شاء الله، ونحاولوا نوزعوها على جميع الاخوان المحطتيين اللي باش يستفدوا منه ان شاء الله. يعني راه شوف كل خدام يبنو بيئته، هذيك البيئه الا هو شاف راسو كندير الاجراء الاول وكندير خطا ما كنتفقوش على الاثبات، هي كندير كنكتب له كيدخل الخطا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.